تحية مسائية مجددة لكم مشاهدينا. ملفنا الأول أيضا لنقاش الجزائريون، وبصوت واحد ردا على الاستفزازات الخارجية، وحدتنا ووطننا خط أحمر. إذا الحديث سيكون مع ضيفتي في البلاطو الأستاذة الجامعية سهيلة بالرحب. أستاذتي أهلا بك. أهلا وسهلا. يلتحق بنا بعد قليل رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الأستاذ مختار بن سعيد. البداية بضيفتي الأستاذة سهيلة بالرحب. إذا الجزائريون ردوا عبر مسيرات جابت العديد من ولايات الوطن وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا ب تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر. لا. الجزائر خط أحمر، وحدة الشعب الجزائري خط أحمر. نعم بالفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة وأهلا وسهلا بالجميع. تابعت تغطية قناتكم المحترمة لخروج المواطنين لمساندة مؤسسات الجزائر والتصدي والوقوف أمام موقف الجزائر من التدخل الأجنبي في شؤون الجزائريين وشؤون الدولة الجزائرية. هذا الحدث يعني يمكن تشريحه عبر عدة نقاط. من مكان الحدث، موضوع الحدث، صاحب الحدث، ومن هو معني بالحدث. الحدث هو التدخل الأجنبي في شؤون الجزائر في هذا التوقيت بالذات، توقيت الانتخابات، انتخابات الرئاسية. يعني باني بورت كال إليكسيون، الرئاسية، والتي حرصت على إجرائها كل مؤسسات الدولة وتحت عنايتها يعني منذ بداية الحراك وتحت طلب الحراك الذي أراد أن تتغير الأمور إلى الأحسن، والمقاربة الدستورية كانت أحسن طريقة للمرور إلى الديمقراطية عبر الصندوق. رأينا استياء من طرف الاتحاد الأوروبي لهذا الوضع الذي لم يرق ربما للوبيات موجودة في الاتحاد الأوروبي، والتي تكلمت بإعاز من طرف دولة معينة وهي فرنسا. نعم، والتي أحست بخطر ربما تراجع مصالحها الاقتصادية في الجزائر، وربما أقول أكيد خطر تراجع مصالحها الاقتصادية في الجزائر، خصوصا وأن عقد الشراكة الاقتصادي مع الجزائر سيرى حدوده أو انتهائه في 2020. الآن قراءتي في البيان الذي صدر عن الخارجية البارحة، وأن الجزائر لها حق مراجعة عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فيه أكثر من قراءة. لماذا؟ ما هي الفوائد التي جنيناها من شراكتنا الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي؟ ولا شيء. مونك غاني 220 مليار دولار، يعني كان بودنا أن نربح من هذه الشراكة 220 دولار. والبرلمان الأوروبي تحجج عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وحرية حجته التعبير. الوحيدة وهي حجة باطلة، لأن الجزائر لديها ما تثبته قانونيا بأن هذه الكنائس لا توجد بها اعتمادات، وأن هذا الأمر حسم في وقت مضى. لماذا الكثير من النقاط. نعم. أستاذ إبخي معنا، سنناقشها كذلك مع ضيفي عبر الهاتف الأستاذ مختار بن سعيد. مساءك سعيد أستاذ. أستاذ مختار بن سعيد، مساء الخير. أهلا بك، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أنت ضيفي على المباشر على قناة النهار، أهلا بك. شكرا سيدي، شكرا على الاستضافة وكمال والسلام والوصول إلى الأستاذة. شكرا جزيلا لك. سؤالي أستاذ، البرلمان الأوروبي، الجزائريون بصوت واحد ردوا على هذه الاستفزازات الخارجية من خلال مسيرات جابت العديد من ولايات الوطن. البرلمان الأوروبي الذي تحجج حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، كان لديكم رد أنتم بصفتكم رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في الجزائر؟ حقيقة الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان منذ 48 ساعة ردينا
بمقال باللغه الوطنيه والفرنسيه على التدخل السافر في شؤون الجزائر التي هي باش تتم المسار الانتخابي تاعها. وانما هذه اللائحه تاع البرلمان الاوروبي فيها خلفيات، لان هذه اللائحه ليست لها قيمه قانونيه وليست لها قيمه الزاميه، وانما من خلالها كاين المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. هذه المادة 2 تسمح كل السلع الأوروبية تدخل في الجزائر وما تخلصش الرسوم الجمركية، وتصبح الجزائر امتداد نتاع السوق الاوروبي ومن خلال استاذ مختار بن سعيد، الا تعتقد انه من الاجدر على البرلمان الاوروبي ان يناقش وضعيه حقوق الانسان في باريس في اقليم كاتالونيا، وكذلك فيما يحدث من اعتداءات للكيان الصهيوني على قطاع غزه؟ صحيح الكلام نتاعك راهو صحيح، وانما هما ما يتكلفوش بالامور تعرف باللي البرلمان الاوروبي هو مكون من نواب من الاحزاب المتطرفه، وبالتالي هم واش يهمهم هي التجاره. هذا الاتفاقيه التجاريه بين اوروبا تنتهي في 2020 اقتصاديا، كي نقول 2020 معناتها بغاو يفوتوا الفرصه الشعب الجزائري باش ما ينتخبش رئيس الجمهورية، وبالتالي وصلونا 2020 وين هالاتفاقية تصبح إلزامية. نعم، ابقى معنا أستاذ بن سعيد، ابقى معنا، يتحول إلى ضيفتي في البلاطو. الآن يعني انكشفت كل المؤامرات والجهات حاقدة، جهات أجنبية ما تزال حاقدة على الجزائر وتريد التشويش عشية الانتخابات الرئاسية، والجزائر هي ستمر الآن إلى عهد جديد. نعم طبعا ستمر بإذن الله إلى عهد جديد. نكمل ونواصل في طرحي ويعني أؤيد ما قاله السيد بن سعيد عن ارتباك هذه الجهات، أقول الاتحاد الأوروبي وفرنسا تحديدا وبلجيكا. لماذا؟ en premier lieu الشريك الأول بالنسبة لي في سكي كونسيرن لو كوميرس انترناسيونال هي الصين. نعم، حجم المبادلات في الاتحاد الاوروبي كامل هي بلوتو حجم مبادلات الجزائر الاول هو الاتحاد الاوروبي يعني مجتمعا، لكن منفردا الصين تجي في المرتبه الاولى تليها فرنسا. اذا هذا التنافس هو يشكل خطر على المصلحه فرنسا وعلى الاتحاد الاوروبي. لونيون اوروبيان ايتي لاشي بار لانجلتير، يعني تخلت انجلترا، يعني راه مخاض في اوروبا اون ريورغانيزاسيون دو موند. اذا فرنسا تريد استعاده مكانه بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، ولذلك يجب ان تبقي على نفس المصالح الاقتصاديه الموجوده في افريقيا، وكذلك نفس أقول الواجهة التي تضمن لها دبلوماسيا قوتها، لأن إفريقيا هي دعم كذلك دبلوماسي لفرنسا سابقا طبعا. الآن والأمور تتحرك وتتغير لصالح طبعا لصالح إفريقيا، وإحنا شفنا باللي فيه دعم لموقف الجزائر من عدم تدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون الداخلية خاصة في الانتخابات. فيه دعم إفريقي، فيه دعم عربي، فيه دعم صيني، شفناها اليوم. إذا هذا إشارة كبيرة لصالحنا، وإشارة كبيرة كذلك ضد الاتحاد الأوروبي. الصين تشكل نصر مهدد تهديد، يعني هي موجودة في إفريقيا منذ عشرات السنين، لكنها تشكل تهديد في الاتحاد الأوروبي خاصة في دول
شرق اوروبا دونك لا شيني نون سولمون بريزون. لكن يعني موقف البرلمان الاوروبي عندما نتحدث عن اعراف اقتصاديه خلفيه اقتصاديه وكذلك نعم. انتهاك صارخ للاعراف الدبلوماسيه نعم. استاذ بن سعيد، استاذ مختار، نعم قلت انه تدخل وموقف البرلمان الأوروبي هو تعد صارخ لما يعرف بالعلاقات الدبلوماسية، وهل تعتقد بأن هذه الجهات الحاقدة على الجزائر على الجزائريين تفويت كل مخططاتهم من خلال التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع بتاريخ 12 ديسمبر القادم واختيار رئيس للجزائر؟ حقيقة أنا شاطر ما قلته الزميلة الموجودة معكم. حقيقة الأعراف الدولية لا تسمح باش يعني برلمان يمل الجزائر ويتكلموا على الحقوق الجماعية وحقوق الفردية وحق حق التظاهر. حق التظاهر الجزائر يعني أعطت مثال فريد من نوعه في العالم، لأن ما يسمى بلا ريفولوشن دو سورير، الثورة نتاع الابتسامة، ما كانش عندنا واش نشوفوا احنا في لبنان ولا العراق ولا أي مكان في العالم. وين دخلوا هذو الأوروبيين؟ لأن واش يهمهم هما هو المصلحة نتاعهم فقط، مصلحة نتاع هذه البلدان هذه. وبالتالي احنا كل الشعب الجزائري وقف كراجل واحد، بالإضافة لل الموقف نتاع الاتحاد الافريقي يعني المنظمه يعني العربيه، كل هذه المنظمات بما فيها بلد افريقي اللي قرا هذا عنده قراءه خاصه على اساس ان الخطر سوف ياتي اليهم. وبالتالي احنا اليوم ضروري نمشي للرئاسيات، الرئيس الجاي الاول هذا اول حاجه اللي يقوم بها هو فسخ هذا العقد الشراكه اللي راه ماهوش في صالح الجزائر. بالعكس كل يعني القطاع الصناعي يكون في خطر. هذه العصابه النظام السابق هو اللي يفرش يعني بساط من حرير الى اوروبا باش تتحل وتبيع يبيعوا البلاد. نعم، ابقى معنا استاذ سهيله بالرحو. يعني الان من خلال موقف البرلمان الاوروبي وبعض نوابه يعني تبين جليا بان يعني هذه الجهات او الاطراف الاجنبيه لا تريد الخير لا للشعب الجزائري ولا للجزائر، والرد كان واضح من داخل الجزائر من خلال وزارة الشؤون الخارجية وكذلك العديد من الجمعيات والجزائريين ككل. نعم، أنت تعلم أنه هذا حالة من التخبط. لماذا؟ لأنه لما يشعر طرف أن مصالحه يعني تتراجع وربما تتلاشى نوعا ما donc il a ce genre de réaction très agressif. يعني الاتحاد الأوروبي في بنائه لهذا الفضاء الاقتصادي السياسي جنى الكثير من الأرباح. كنا متوقعين وكان أملنا أن نتقاسم أو حتى ماش 50-50 معليش، لأنه حتى العدل لازم يكون، لكن كان من المفروض أن يكون فيه ان ترانسفير دو تكنولوجي. يا با يو ترانسفير دو تكنولوجي، ما ربحناش هذا التحول. ترانسفير دو كابيتو، إلى با يو ترانسفير دو كابيتو. برامج ميدا 1 ميدا 2 اللي كان من المفروض يكون فيه ميزا نيفو دي زونتربريز الجيريان لم تصل الى اهدافها، بالتالي القاعده الصناعيه لم يتم اعاده تاهيلها من خلال هذه الشراكه. الاقتصاد هذا يعني سي لونكونتر دي ريغل دو ليكونومي اوني دوب يعني ا سو بوان 20 سنه وحنا في الخساره الى يعني الى اين.
فهمنا يعني بعد الحراك فهمنا بلي كان في إدارة متواطئة مع جهات في أوروبا تخدم مصالحها الضيقة وتخدم مصالح الأوروبية، والانتخاب الذي سيخول للرئيس الجديد إعادة النظر في هذه الشراكة وإعادة النظر في مصالح الجزائر هو من يربك الاتحاد الأوروبي. نعم أستاذ مختار بن سعيد معي عبر الهاتف. أي أستاذ، الآن بناء على كل هذه المعطيات الجديدة، الجزائر يعني حرة وسيدة في قراراتها، كيف يعني يجب أن يكون الرد من المؤسسات، مؤسسات الدولة، خاصة عندما نتحدث عن علاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي؟ أستاذ مختار؟ نعم، شوف أستاذ، درك الجزائر ليس لها رئيس اللي يمكنها من الشرعية، لأن الجزائر هي باخرة بدون قيد، وبالتالي الرئيس هذه عدة مرات سواء في البلاطو تاعكم أو بلاطوات آخر قال، قلنا باللي هذه الانتخابات باش ينتخبوا رئيس يقوم بمرحلة انتقالية لين 5 سنوات ما تكفيش، كاين أمور مستعجلة كهذه الاتفاقية التجارية باش يلغيوها مع أوروبا، ومن ثم بناء جزائر جديدة بمؤسسات جديدة دولة قانون. هكذا الجزائريين قادرين باش يدافعوا المصالح نتاعهم، وكي لما يكون الرئيس هو اللي راح يقود هذه المسيره ضد الاعداد تاع الجزائر. لماذا في كل مره يتاجرون بملف حقوق الانسان من اجل حمايه مصالحهم؟ شوف استاذ، احنا كمنظمه حقوقيه غير حكوميه، احنا لما نشوفوا امور مش ماشيه في البلاد نهدوا بها، ولما كاين امور يعني امور يعني مليحه بطبيعه الحال احنا نقولوا باللي امور مليحه. احنا هذه اللائحه نتاع الاتحاد الاوروبي احنا نقول لهم كثر خيركم، لان يعني وحده الشعب الجزائري ككل اليوم خلال الشاشه تاع النهار نشوفوا الجزائر كامله كراجل واحد ناض، لان هذه قال احنا رانا ما قبل ما تعطيونا لا دروس، الدروس اعطيهم لبعضكم، وضفنا في المقاله اللي درناها قال علاه ما ديروش لائحه ضد الكيان الصهيوني، وعلاه ما تديروش ضغوطات على الحكومه تاعكم باش يعترفوا بالدوله الفلسطينيه. حقوق الانسان راهي في العالم كارثه. احنا اليوم رانا واقفين ونشوفوا، واحسن دليل على هذا احنا كلفت محامين باش يدافعوا عن الشباب هذو اللي راهم في السجون، وهذو الابناء انا من الشرع نقتلوهم لابد يخرجوا. وهذه حتى لما كنا في لجنه الحوار طلبنا يعني اجراءات تهدئه، احنا رانا ندافعوا على الناس اللي هما في الحراك وشي اللي نقدروا نقولوه، وانما عندنا مبدا الجزائر قبل كل شيء. نعم. اما الجزائر تتقاس ولا يعني الامور يعني الشيء اللي يقيس الجزائر يعني رانا فهمتني احنا رانا نوقفوا. نعم. رانا منظمه حقوقيه ولن نتآمل مع هذه المنظمه. نعم، شكرا جزيلا لك الاستاذ مختار بن سعيد رئيس الرابطه الجزائريه لحقوق الانسان على هذه المداخله الهاتفيه. اختم مع ضيفتي في البلاطو الاستاذه سهيله برحو، هل تعتقدي بان هذا المسار الدستوري والسير بالجزائر الى بر الامان هو الشيء الذي
أخلط أوراق هذه الأطراف الأجنبية الحاقدة والتي لديها مكائد ودسائس ضد الجزائر وضد الشعب الجزائري، لا تحب الخير للجزائر ولا للشعب الجزائري. نعم، الجزائر منذ بداية الحراك، يعني منذ أن تحررت، بداية التحرر من الإدارة الفاسدة، اترافيرسي اون زون دو توربولونس كيما في الطائرة، وطاقم الطائرة يعني احسن قياده هذه الطائره، يعني وفتنا هذه لا زون دو توربولونس، والحمد لله بواسطه طبعا بفضل حكمه مؤسسات الدوله وادارته لهذه الازمه، لان العسكريه طبعا على راسها، يعني نقول كل المؤسسات، وعلى راسها مؤسسه الجيش الوطني الشعبي السليل، جيش التحرير، والمكون من كل ابناء الجزائريين. طبعا قلت إدارة هذه الأزمة وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر إلى سيناريوهات مخيفة جدا عن طريق المرحلة الانتقالية التي لا أحد يعرف مآلاتها، والتي كانت ستخدم أقول أجندة الخارج عن طريق عملائها في الداخل. الحمد لله هدأت هذه العاصفة، وسوف نعبر إلى بر الأمان عبر الصندوق، وسوف يكون الجزائر رئيس يختاره الشعب يوم 12 ديسمبر، ولكل حدث حديث إن شاء الله. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة الجامعية سهيلة برحو، كنت ضيفتي في هذه الجولة الإخبارية المسائية. موفقة، شكرا.